نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي. تلقاو هذا الفيديو بالصحه والسلامه ورزاق طول العمر واش ما تمنيتو يا ربي. امين بالتوفيق والنجاح ان شاء الله في المال وفي الاعمال وفي الازواج واش ما تمنيتو يا ربي. امين. شكرا اخوتي لكم على التعاليق ديالكم الزوينات وعلى الحضور ديالكم. شكرا اخوتي بزاف شكرا. اليوم اخوتي جيت نعدل واحد ميني الرسكوس يعني صغيورين كيتقلاو في الزيت، وقلت عاد نحضرها معكم ان شاء الله يا ربي. هادو يعني تقليديا انا ملي كنت صغيره كنت كنشوف الوالدين كانوا كيعدلوها كيجيو زوينين، وما كيقولوا لهم انا جبرنا حنايا كيقولوا لهم الرسكوس والزاني، يعني جبرت الوالدين كيقولوها. ونتمنى من الله اخوتي يعجبكم وتلقاو هذا الفيديو بالصحه والسلامه، واجيو اخوتي معايا للطبخ التحضير ان شاء الله بسم الله على بركه الله. اليوم اخوتي بغيت نحضر معكم، عندي هنا الطحين، الطحين عندي هنا على حسب الخليط، عندي هنا ثلاثه البيضات نتوما كتشوفوا ثلاثه البيضات، عندي هنا كاس ديال الحليب، عندي هنا كاس ديال السكر. انا ما عندناش الكميه كثيره بزاف، وهو تبارك الله كيعطي غير هذا الشيء وكيعطي الكميه كبيره. عندي هنايا انايا الليتشين كنقشرو، يعني كنزولو ديك القشره ديالو الفوقانيه وكنعملو في الميكسور وكنخليه في الثلج ملي كنبغي نحضر نجبد نطيب نعدل به كنجبرو على هذا الشكل هذا نتوما كتشوفو. عندي هنايا الزبده وبيكنج باودر، وعندي هنايا الخميره ديال الحلويات. يعني الا عملتو الزيت ما ديروش الزبده، ولا درتو الزبده ما ديروش الزيت، ولا بغيتو ديرو شويه من الجهه شويه من الجهه ما كاين حتى شي مشكل. دابا اخوتي بسم الله على بركه الله غادي نبداو بالسكر هو اللولاني، دائما كنبداو بالسكر هو اللولاني لحد نشدو السكر شويه مع شويه الصعوبه في التخليط ديالو باش نزولو في السكر. هو والبيض، ثلاثه ديال البيضات، ثلاثه ديال البيضات نتوما كتشوفو اخوتي. دابا هادي غادي نخلطوها عاد الميكسور عاد طرب يدوي. الزبده ما كندوبوهاش، الزبده كندوبوها عهيدك، يعني انا يا هكا كنعرف يعني كانوا كيعدلوها كيزيدوا فيها واحد شويه الزبده بلديه. حنا هنايا ما عندناش الزبده الزبده بلديه، عندنا هنايا غير الزبده روميه. نتمنى من الله اخوتي الفيديو ديالي يعجبكم، والرسكوس ديالي صغيورين يعجبوكم. يعني المره اخرى عدلت معكم هذوك يعني هادو الرسكوس اللي غادي نعدلوهم دابا، هادو من الرسكوس مغربيين، وانا عدلتهم معكم واحد المره عدلتكم هادوك الرسكوس الاسبانيين، يعني هادوك يعدلوهم الناس ديال اسبانيا، يعني هادوك يعدلوهم في الفران، هادو اللي عندهم حنايا في المغرب. كنت كنعرف انايا الوالدين كيعدلوهم في الوقت ديال تعدلوهم في الماء كيقليوهم. نتوما دابا هو غادي نثلج هيدا، كنحيد منو هيدا دائما كيبقى نتوما كتشوفو، كنغطيه عاود كنولي نغطيه وكنخليه في الهادي. دابا غادي نضيف هاد الكاس ديال الحليب بسم الله على بركة الله بالميكسير. دابا بالميكسير دابا غادي نخلطوه مزيان، بغيتو تضيفو شويه ديال الزيت شويه ديال الزبده ضيفو الزبده والزيت، بغيتو تضيفو غير الزبده ضيفو غير الزبده، كل واحد كيمشي على حساب. دابا غادي اخوتي نستعمل يدي لحيتاش غادي نعمل الزبده بسم الله على بركه الله. غادي نعمل ثلاثه الكوتشارات ديال الزبده كما كتشوفوا، يعني الزبده كنعمل كوتشارات عامرين ثلاثه على حساب، خاصني يكونوا موازنين بالكاس ديال الحليب. والزبده كنعملو بزاف تمع ماشي بزاف ماشي سوي ماشي شويه تعمل الميديو. بسم الله على بركه الله. دابا غادي نخلط هاد الزبده وهذيك الزبده اللي ما كنخلطهاش مع ما كتخلطش هي مع السكر، لا هذه الزبده خصنا نخلطها نخلطوا البيض والسكر عاد باش السكر كيذوب لنا، عاد كنبداو نعدلو هيدا وكنبداو نضيف الطحين.
دابا عاد نبدا نضيف الطحين بشويه. بسم الله على بركه الله. واحد الطحين اخوتي على حساب اللي عاد يدهزكم فهمتي، الطحين على حساب الطحين كيفاش، ولا على حساب الطحين. هي تبارك الله اخوتي عملنا 4 لولانيين يعني كتخرج كميه كثيره تبارك الله بزاف، كتخرج واحد الكميه تبارك الله كثيره بزاف. هذا بنادم يعمل ديك الكاس كبير ديال الحليب يعمل عيك وهي صغير، بابا بنادم يعمل حدا يعمل بنادم حجم عائلي كبير يعمل هيدا باش كتخرج تبارك الله خربي. نتوما خوتي دابا حنا مازالين كدهز تبارك الله مازالين كان هادكو كان نعدلوها مازالين تبارك الله ماشي كت نتوما كتشوفوا شحال كتجي خفيفه مازالين حنا ماشيين فيها قد ما كدير ديك الزبده معانا قد ما كدرفد لنا الطحين حتى تحسوا بها نتوما معايا حتى تحسوا بها نقصاحات نتوما معايا تشوفوا الطريقه اخوتي. زعما عمل زعما 4 هيداك عمل 4 كوتشارات ديك الساعه تبدا ميكسير 4 كوتشارات تبدا ميكسير بيدك تبارك الله كتخرج الكمية كثيرة تبارك الله اقتصادية وزوينة. انا خوتي عاد نبدل هذا البول هذا المول حيتاش المول صغير وهي تبارك الله بتجي كبيرة يعني بقى مازال كتهاز معانا ما نبدل البول ونجوج معاكم ان شاء الله. دابا خوتي غادي نضيف قميصه الملح شويه من الملح ضروري من الملح الخميره غادي نضيف يعني الخميره كيحتاج الخميره غادي نعمل الخميره شوفوا كبيره كوتشاره صغيره الحق عامره مملوءه يعني هذيك يعني كيبغي الخميره. نتوما غادي نعملو جوج ديال الخميره شوفوا يعني هو كيبغي الخميره زعما وحده كانت معمره 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 هكذا معمره وحده ماشي معمره اخرى كانت شويه معمره. بدلت المول لحيتاش على حساب المول هذا خجاني صغير وهي تبارك الله كتدي الكميه خربي الكميه كتجي بها بزاف كتخرج بزاف ماشي شويه تبارك الله. هذا بنادم اللي عنده ما عندوش الدراري بزاف ويعني شويه ما يعملش الكاس يعمل عيل كاس اتاي عمل ثلاثه البيضات واخا كثروا فيهم ما كاين شي مشكل. عمل بنادم ثلاثه ديال البيضات عمل كاس عيل كاس صغيور ديال اتاي يعمل كاس هذاك الكاس ديال الحليب يعني عيل كاس صغيور ديال اتاي عيل كاس ديال الحليب وثلاثه البيضات واخا ديروهم وجوج معالق ديال الزبده صافي باش كتخرج تبارك الله الكميه كثيره. نتوما كتشوفوا تبارك الله شحال كتخرج كتخرج بزاف ما شاء الله خرج الخير عليه تقريبا كتدي كيلو د الطحين تبارك الله هذا منايا جبرتهم كانوا كيعيطوا لهم يعني الروسكوس الوزانيين وما عرف شي واحد يكون كيسمعني يكون يقدر كيعرفهم ولا يقدر ما كيعرفهمش ما نعرف انايا حنايا زعما هاد الحلوى هادي يعني عملناها بزاف عملوها الوالدين ديالنا ماشي انا هما انايا عبلت حتى من بعد شفت الوالدين ديالنا شتم كيعدلوها انتم انتم اخوتي يعني دابا العجين ديالو كيجي كيتقطع العجين ديالو ما كيجيش يعني يجيبكم الله كيتقطع ما كيجيش العجين ديالو واخا كيجي رطب يعني ما كيجيش. دابا ملي غادي نبداو نهادكوه انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نعملو خصنا باش من نطلقوه على هذا هذيك غادي نعدل نبقاو نعدلوه هيدا باش نعدلوه هيدا وكان نقليوه بغيتو تقليوه هنا عاد نقل النص وعاد نطيب النص ان شاء الله كوم فيه كل انا دابا غادي نبدا نخدم وانتم معايا ان شاء الله. انتم تشوفوا اخوتي يعني مع فيه الخميره مع فيه الزبده وديك الشيء العجين ديالو كنبقاو ندلكوه هيدا مزيان نتوما كتشوفوا على هذا الشكل هذا كنبقاو نعدلوه هيدا حتى كنساليوه ونرجع معكم ان شاء الله ملي عاد نبدا نطيبوا ان شاء الله يا ربي.
انتم اخوتي يعني خرجت لي 4 ديال السوانين، قلت لكم كتخرج تبارك الله كيمياء. غادي نعمل جوج سواني، غادي نعملهم في الفران وجوج غادي نقليهم في الزيت. يعني هذه هي الطريقه باش كنعدلوها، باش تقليوها في الزيت ولا طيبوها. انا غادي نعمل، غادي نقسم جوج سواني غادي نطيب في الفران، وجوج سواني غادي نعملهم في الزيت، غادي نقليهم في الزيت. يعني انا غادي نوريكم الطريقه باش كيفاش نعمل لهم، باش نعدلهم في الزيت، باش نعدلهم في الفران. قبل ما نبدا نقلي غادي نوريكم انتم اخوتي. دابا هادو ملي غادي نطيبهم في الفران، نعملو شي حاجه عندنا واحد البيضه، ندهنهم بوجه ديال الزيت بالبيضه، وغادي نعملو شويه ديال الزنجلان انتم كتشوفو، نعملو واحد الكيطه ديال الخل ديال الحليب. يلا ما كنتوش شنو عارف شنو هذيك السيسامو واه كي سيسامو سيسامو الانجليز سيسام، الاسبانيول سيسامو، العربيه تاهما كيقولو سيسام وكيقولو هذا. دابا اخوتي انتم اخوتي دابا كندهن هيدا بالبيضات، كنرش لهم شويه ديال الزنجبيل هيدا من فوق، كيجيو زوينين اخوتي بزاف، كيجيو غزالين. قيسوهم وعطينا الراي ديالو، جربوهم وقولوا لي واش عجبوكم ولا ما عجبوكمش، واش كيجيو اخوتي خفافين وكيجيو من فوق وكيجيو مزيونين. دابا انا اخوتي غادي نستمر على هذا الطريق باش ما نديرش الفيديو طويل، فنستمر على الطريق هذا. جد سوالي ناخذ لكم عندي نعملهم البيضات وعملهم الزنجلان وعملهم فران يطيبوا، وخا ملي بدا نقلي غادي نوريكم الطريقه ديالهم كيفاش غادي نقليهم. انتم اخوتي يعني كيفاش دابا كنت بديت نقلي، الكاميرا صحابي كانت عندي مشعوله وهي ماشي مشعوله، انتم تشوفوا اخوتي كيجيو بحال الطاق ديال الدونوس، كيجيو اخوتي مزلان، كيجيو مزيونين بزاف وما كيشربوش الزيت. دابا خلو الزيت حتى كيسخن، ملي كيسخن لنا الزيت كنقصو الزيت، كنقصو العافيه شويه باش ما كنخليوش العافيه، باش ما داخلو مناش العافيه تحرقو منا. كنخليوهم على هذا الطريق، على هذه الطريقه هذه، بسم الله على بركه الله. نديري كامينتي كنهدفو عليهم السكر، سكر كلاص هذا، سكر ماشي كلاص، يعني السكر هذا سكر عادي، عيني على شويه يعني فلفلتوز زادت شويه هذيك تو في هذيك هذيك يعني زدت صحنتو شي حاجه باش كيبقى على هذا الشكل هذا. العافيه ما تكونش مجهده، نتوما كتشوفوا العافيه ماشي مجهده، العافيه خصها تكون منقصه عاديه، ما تكونش تكون ما هي نعس ما هي نعسه ما هي فيقه، يعني ما هي مجهده بزاف ما هي مرتفعه هكذا بزاف. هيدا الزيت ما كيشربش الزيت، ما كيشربش الزيت مره، كيجي اخوتي غزال صدقوني. و لكم هذه الطريقه هذه، واو كنا كنعملوها، يعني جبرت انا الوالدين ديالي كانوا كيعملوها، كيعيطوا لي الدمليج والزاني، انا بقى كنعاودها معكم، يعني دمليج بحال البورسيره، يعني كيعيطوا لها الحلوه ديال الدمليج. ها هي فين هي، انا خوتي غادي نستمر في الطريقه هذه وغادي نكمل وغادي نرجع معكم باش ما نجيبش شي الفيديو طويل. هيا اخوتي انتم تشوفوا اخوتي، يعني دابا كنهكوا ها هيدا، خلينا نجدوا هيدا السكر. انا قلت لكم عيدي بغيت تخليوه هيدا، خليوه بغيت تفرفروه، يعني انا كندوزو شويه في الماكينه باش كيعطيني عاود النول اللي خصني انا يجيني في الدونوس ديالي ولا في الرسكوس ولا في الدمليج الوزاني ولا كل واحد شنو كيعيط له، يعني هذا كل واحد شنو كيعيط له هذا الحلوه هذه. يعني حنايا كنا في المغرب كنسمعوا كيقولوا له الدمليج الوزاني، وملي مشينا اسبانيا جبرناهم كيقولوا له يعني الرسكوس، يعني هي دوره، يعني هذا الرسكو هذا كيجي اخوتي هذا الشكل هذا. شوفوا اخوتي كيف جات ما شاء الله، كيفاش انا عادي نستمر بهذه الطريقه، كيجيو هيدا بايدين، انا عاد نستمر بهذه الطريقه هذه ان شاء الله وغادي نرجع معكم. هيا اخوتي هانتوما تشوفوا اخوتي، دابا من بعد قسمتها على جوج كلاسي، يعني هذه عملت في الفران، هذه عملتها في البوطه، يعني في قليتهم كيجيو اخوتي زوينين بزاف، يعني لا في القلي ديالهم ولا في الطيب ديالهم كيجيو اخوتي زوينين بزاف بزاف. انا عادي نقسم معكم وشوفوا هما اخوتي كيف كيجيو، تبارك الله كيجيو هشاشين، شوفوا كيف كيجيو اخوتي من داخل، شوفوا اخوتي كيف كيجيو،
كيجوا اخوتي حشاشين بزاف، وكيجوا سبون خصوص، كيجوا تبارك الله فيهم واحد النفخه، واحد النفخ ما شاء الله. شوفوا شوفوا اخوتي كيف كيجوا ورطاب، شوفوا تبارك الله يا رب، كيجوا اخوتي زوينين بزاف، كيجوا على هذا الشكل هذا. دابا انا غادي نمشي معكم لهادوم، يعني اللي فيهم السكر، نمشي معكم اللي هادوم فيهم السكر. شوفوا اخوتي حتى هما عاود، شوفوا السكر اخوتي قلت لكم بغيتو تخليوه حبوب خليوه حبوب. شوفوا اخوتي عاودهم كيف كيجيو، شوفوا تبارك الله حتى هما كيجيو تبارك الله. شوف النفخ، شوفوا تبارك الله، وكتجي فيهم واحد الهشاشه، واحد الهشاشه كيجيو اخوتي. ما تشبعوهم شي، ما تشبعوهم شي، ما تشبعوهم شي. بغيتو اخوتي السكر تخليوه بلا ما السكر اخوتي بغيتو تخليوه هيداك، خليوه هيداك، وبغيتو تطحنوه طحنوه، لحيت الا طحنتوه شي شويه ماشي بزاف، يعني ماشي خصو يجي يكون مطحون بزاف، عيك تزيدو تفرط داكو شويه باش خصو يجي يكون لاصق فهاد الحلوه هذه. يعني هاد الحلوه هذه كتبغي السكر يكون هيدا، وهادي عاود كذلك مثال كما بغيتو. تبارك الله كيكونوا رقيقين وكيكونوا غزالين اخوتي. شوف كيف تبارك الله كيف كيجيو منفخين، شوف يعني كيكونوا يعني خفافين، العجينه ديالهم كتشتوها ما هي خفيفه ما هي حاجه، مع الخميره ديك الخميره كتنفخ، يعني هما الخميره كيحتاجوا الخميره. نتوما شتوني عملت لهم الخميره، عملت لهم كوتاره صغيره عامره واخرى تقريبا عامره بحالها، يعني كيبغوا الخميره. وهذا الشيء اخوتي نتمنى من الله الفيديو ديالي يعجبكم ونكون خفيفه على قلبكم، وما تنساونيش اخوتي من اللايك والاشتراكات في القناه وشي تعاليق زوينات، وبريد اتاي ديالنا هو وجد، وتويت ديالنا هو فينو. وشكرا لكم اخوتي، وجزاكم الله خيرا، وشكرا بزاف اخوتي، شكرا بزاف بزاف بزاف، شكرا اخوتي لكم، مع السلامه.